مزيد من التقدم تحرزه المعارضة السورية في معركة غصن الزيتون، السيطرة على عشرات القرى والتلال الاستراتيجية في محيط عفرين، وبات حصار الأخيرة أمر لا مفر منه. كيلومترات قليلة ما تبقى للمعارضة السورية من التقاء قواتها في غرب عفرين مع شرقها، وبالتالي إطباق الحصار المحكم على أكبر قلاع وحدات حماية الشعب. وإن شاء الله متقدمين باتجاه عفرين، أيام قليلة وسنحاصر مركز عفرين بداخل الميليشيات الانفصالية. تؤكد مصادر عسكرية أن قادة كبار في وحدات الحماية فروا من مدينة عفرين إلى غرب الفرات مع اقتراب المعارضة والقوات التركية من مركز المدينة. هنا صورة من صور السيطرة على قرى عفرين، يلتقي مقاتل في المعارضة بأهله بعد 4 سنوات من الحرمان، فهل يتكرر المشهد مع أكراد عفرين؟ الحمد لله هلأ خفتنا على الضيعة، والحمد لله حررنا قرايبينا وبيت عمي وأهلي كلية، وصلنا 3 سنين منا شايفينهم، والحمد لله هلأ تحرروا وجينا حررناهم، ونحن أولاد البلد تحرر البلد. غصن الزيتون وقبلها درع الفرات وما قد يلحق بهما من أعمال عسكرية تؤكد أن لا حليف ثابت لوحدات حماية الشعب، فلا الروس ولا الأمريكان أفلحوا في إنقاذهم. ولعل السيناريو القادم في دير الزور سيكون درسا جديدا يضاف إلى خيانة الحلفاء الأعداء.